السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن دور الواي في فتح الجامعة. تكلمنا قبل ذلك عن دور الواي، تكلمنا فيه عن ثمانية. اليوم بمشيئة الله نتكلم عن دور لغوي من نوع آخر، وهو دور الترجمة. في البداية قبل أن نتكلم عن أسلوب الترجي، لابد أن نستذكر سويا أسلوب التمني. أسلوب التمني كما قلنا هو تمني شيء محدد إلى النفس، سواء كان ممكن أو غير ممكن، والغالب في التمني أن يكون تحقيقه غير ممكن. قليل إذا أصبح ممكن في العزيمة والإصرار والعمل والإجتهاد. أما الترجي لا يكون إلا في الممكن، أما التمني في غير الممكن والممكن. الترجي شيء محبب إلى النفس ولا يكون إلا في الممكن. إذا هذا هو تعريف التمني وتعريف ترجي شيء محبب إلى النفس ولا يكون إلا في الممكن. التمني السابق في اللحظة السابقة، تمني شيء محبب إلى النفس ميسور الحصول، ويكون في الممكن لغير الممكن، ولكن في التمني غير الممكن أن يحرقه. لذلك لما نرى قوله في الحكاية: فلا ليت الشباب يعود يوما تحضره بما فعل المشيب الإنسان بعدما يشيب ويصبح شابا مرة أخرى، هذا غير ممكن. فلذلك استخدم التمني. والتمني الذي تكلمنا عنه كانت له أداة واحدة، وهي ليت. وليت أداة تمني، ولكن تصريفها حرف. الكلمة كما نعلم ثلاثة أقسام: اسم أو فعل أو حرف. وليت كلمة، ولكنها تندرج تحت الحروف لأن ليت من أخوات إنت. لذلك نجد ما يأتي بعد ليت في الأمثلة، لاحظ مع الأمثلة التي سنذكرها، فتجد أن كل كلمة أتت بعد ليت علامتها الإعرابية النصب، لأن ليت حرف ناسخ من أخوات إن تفيد التمني. أما درسنا اليوم هو الترجي، والترجي كذلك له أداتان: لعل، وهي حرف مثل ليت من أخوات إن، الاسم أيضا بعد لعل فيكون منصوبا، والأداة الثانية هي فعل من أفعال المقاربة، تسمى الرجاء. عن الرجاء تسمى عسل. يبقى أداة الترجي اثنين: لعل وهي حرف من أخوات إن، وعسى وهي من أفعال الرجاء. طيب، اقرأ معي الأمثلة تحت كتابك على أسلوب الترجي. اقرأ معي الأمثلة في المثال الثاني: تصنف الجملة التالية وفق المطلوب في وفق الجدول المكتوب. الجمل أين يا شباب؟ هذه هي الجمل. الجملة الأولى قال تعالى: يا ليت قومي، يا ليت لنا مثل ما أوتي قوم. ليت هذه، هل هذه ليت أداة تمني ولا أداة ترجي؟ أداة تمني. من ليت أداة تمني، قلنا تمني هو تمني شيء محبب إلى النفس ويكون في الممكن وغير الممكن، وغير الممكن والغالب. طيب، لما نقول يا شباب ليت الخاطر لا يتكدر، لاحظ معايا الاسم اللي بعد ليت خاطر، هذه تجد أنها منصوبة، تجد أنها منصوبة. يبقى احنا قلنا ان ليس من احوال ان، الاسم بعدها ياتي بالصوت، وليس الاداه الوحيده في التمني. يبقى قال تعالى: يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، يا ليت الخاطر لا يتكبر، ليت الشباب يعود يوما يخبر قوله العتاهية، ليت الموت لا ياخذ، ليت الموت لا ياخذ عزيزا. هذا شباب، هل الموت لا ياخذ عزيزا؟ هل الخاطر لا يتكبر؟ تتكبر الخاطر. هذه ليت.
إذا يا شباب سؤالي الثاني، إذا كل أسلوب بدأ بليك فهو أسلوب تمني، هو أسلوب تمني، أما إذا بدأ الأسلوب بلعل هي حرف من حروف إن مثليت أو عسى اللي هي الثانية من أفعال الرجاء فهو أسلوب ترجي، والترجي هو ترجي شيء محبب إلى النفس من صورة يمكن أن تكون، لا يكون إلا في الممكن، لا يكون إلا في الممكن، أما التمني يكون في الممكن وغير الممكن وغير الممكن والغالب. إذا أستطيع أن أصنف هذه الأساليب إلى أسلوب تمني وأسلوب ترجي، أي أسلوب عندي بدأ بليت أصنفه بنفس أسلوب إيه؟ تمني. أي أسلوب بدأ بلعل أو عسى صنفه نفس أسلوب تردد، زي ما قلنا إن ليت أداة التمني الوحيدة ولعل وعسى أدوات الترجي، وإحنا عرفنا الفرق بين التمني والترجي وأداة كل منهم. إذا قال تعالى: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هل هذا الأسلوب تمني أم ترجي؟ أحسنت، والتمني بدأ بليت. طيب، المثال الثاني: ليت الخاطرة لا تكذب. إذا هذا الأسلوب والتمني أم أسلوب ترجي؟ تم والتمني فتحت ليلى. طب لعل هذه يا شباب، لعل هذه أسلوب تمني أم أسلوب ترجي؟ لعل أسلوب تمني، لعل أسلوب يا شباب تمني. طيب المسلمين، لاحظ معايا بعد لعل جه المسلمين، يعني زي ما انا مفكر سالم منصوب بالياء، ان اللي بيحكم اي اسم ياتي بعد لعل او ليت يكون منصوب، لان لعل او ليت من اخواتهن تدخل على الجمله الاسميه تنصب المبتدا اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. احسن. طيب لما يجي لي بقى عندي لعل، اسلوب تمني ولا اسلوب ترجي؟ لعل، لا يا استاذ اسلوب ترجي، بدا بلعل او عسى يبقى اسلوب ترجي، انما ليت الاداه الوحيده في اسلوب التمني. طب لعل الشباب، هذه ايضا ايش يا شباب؟ لعل الايه؟ الشباب. لعل هذه اسلوب، اسلوب يا شباب ايه؟ اسلوب ترجي، انه بدا بلعل، بدا يا شباب بلعل. اذا كان الاسلوب فبدأ بليت كما قلنا، يبقى هنا اكتبه في اسلوب التمني. اذا كان بلعل او عسى اكتبه هنا في اسلوب الايه؟ الترجي. طيب يا شباب، لما نيجي بقى يقول لي احاكي الجمل الوارده في نصوص الوحده مع التنبه الى مفهوم الترجي الوارد فيه، لعل الصعار والعقبات هينه. لماذا يا شباب جاءت الصعاب بالفتح والعقبات جاءت بالكسر؟ مع ان الواو فتحه سهله. ايوه احسنت يا واد. الصعاب اسم لعل منصوب بالفتحه، والعقبات معطوفه على الصعاب بس منصوبه بالكسره، لانها جمع هي الفتحه جمع مؤنث ثالث. احسنت. طب الاسلوب ده اسلوب كامل، لعل الصعاب والعقبات هينه. والترجي المثال اللي تحت هذا، لعل الطلاب، لعل الطلاب يدركون قيمة العمل، لعل الطلاب يدركون قيمة الايه؟ العمل. طيب يا شباب، هنا اسلوب ايضا اسلوب ايه؟ هنا اقول لعل الطلاب يدركون قيمة الايه؟ العمل. طيب
كتبنا هنا لعل عبد الله طب يا شباب لعل الطلاب يدركون قيمة الإيه؟ العمل. طيب هنا نقول إيه؟ قيمة الإيه يا شباب؟ العمل. لعل الطلاب يدركون قيمة العمل. هنا المثال يا ابني الأداة بس لعل احتاج التردد ولا كمل المثال. أقول لعل المسلمين محافظون على الصلاة. طب هنا ما جابليش أي أمثلة خالص يا شباب، أنا بقى اللي حطيت إيه؟ المثال قلت لعل المعلمين يحسنون إلى الطلاب. تمام يا شباب؟ طيب بعد كده جاب لي الأداة الثانية اللي هي عسى، اللي هي إيه يا شباب؟ عسى. عسى الشباب، عسى الشباب أن يحسن أن يحقق المؤمل منه. أي اسم بيجي بعد السكون اللي ترد عسى بيكون مرفوع، لأن عسى من أفعال الرجاء ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها اللي هو أن يحقق في محل نصب، في محل رفع خبر إيه؟ عسى. إن عسى زي كان ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا إيه؟ يبقى أن في نصب يحقق في المضارع المنصوب تحت السكون من الأفعال الخمسة، وأن يحققه في محل إيه؟ نصب خبر. لما عسى الشباب أن يحققوا المؤمل منهم، هذا الأسلوب يسمى أسلوب يا شباب سكر. كنا نقول إيه؟ عسى الفرد أن ينقشع أو أن ينجلي. أنا هنا كملت الجملة. طب هنا هقول إيه؟ أقول يا شباب في أجيب أنا بقى عسى من كلها. أقول إيه؟ عسى الطلاب أن يذاكروا، عسى الطلاب أن يذاكروا. يبقى عندي سوء التردد يتكون من أداتين، من أداتين عسى وهي فعل من أفعال الرجاء، ولعل وهي حرف من حروف النواة. يبقى ده يا شباب قلنا الفرق بين التمني وبين طب اخلق الفكرة التالية واستخلص منها مع من بجواري اسلوب الايه؟ اسلوب الشباب. والسؤال يجي لي كده في الدكتور، يجي لي فقرة ويقول مستخرج منها اسلوب الطلب. احب ازاي؟ اجاوب كيف؟ انا اتابع مع الفكرة، امشي مع الفكرة. اول ما اشوف لعل او عسى اعرف ان البداية دي بداية اسلوب الطلب. اسلوب التركيز زي ما كنا بنقول قبل كده في الثمانية، هو اللي شوف ليس يبقى ده اسلوب ثمانية. اكتب من عند لعل او عسى من الاحتياط الترجي لعند الفصل او النقطة. طب نحل مع بعض. الشباب في كل أمة لهم ليلون، مش معانا. الشباب في كل أمة، الشباب في كل أمة رمادها الذي عليه تقوم. تمام. وقوتها التي تنهض. من عند الشباب في كل أمة عمادها الذي عليه تقوم، ده جملة. وقوتها دي جملة تانية، احنا عرفنا علامات الترقيم صرفين لبعض. وذخيرتها التي تلجأ إليها. مش أنا لعل أو عسى يا شباب؟ لا. عند الشباب فلعلهم يشبون أقوياء مبرئين من أسباب الضعف ودواعي الكلام. أول جملة يا شباب أجيب من عندي لعلهم، لعند أوصل للنقطة من أول جملة من أسلوب الترددي. أكتبها فين؟ أكتبها هنا تحت، أكتبها هنا يا شباب. يبقى لما أجي أقول فلعلهم من عندي هنا، فلعلهم يشبون أقوياء من أسباب الضعف ودواعي الانحلال، يبقى عندي هنا ده أسلوب عندي فلعله عند النقطة. يبقى دي يا شباب اسلوب الترجي اهو، فلعلهم يسبون اقوياء. طب يا شباب
لما بعد كده يجي عندي ومن الوفاء لهم ولأمتهم أن يجدوا الناصح الأمين عسى أن يرشدهم. ما عندي عسى هذه، ما عندي عسى، أبدأ أسلوب الإيه؟ إن عسى الأداة الثانية للترجم، عسى أن يرشدهم إلى الطريق الهدائي. عندي عسى، لعندي يا شباب أصلا ده أسلوب الإيه؟ أيوه ده أسلوب الإيه؟ ده أسلوب الترجم. منين يا شباب؟ من عند عسى هذه إلى الفصل بأسلوب الإيه؟ الطريق. طب نشوف كده تاني، أن يرشدهم إلى طريق الهداية ويأخذ بأيديه إلى أسباب المجد، يحذرهم من التماس له وينبههم إلى تحصيل درس مفيد أو مجاولة عمل نافع أو مقاومة خلق. لا ما عادش عندي يا شباب. خرجنا من القطعة هذه أسلوبين، أول واحد فلعلهم يشبون أقوياء عندي فلعلهم هذه، والثاني عسى أن يرشدهم. ليه يا أستاذ أسلوب الترجي؟ لأن لعل وعسى أداة الترجي، أداة الترجي. تمام يا شباب؟ نشوفها. كده خلصنا درس الإيه يا شباب؟ الترجي. نقولوا الترجي وترجي شيء محدد الى النفس ولا يكون الا في المنطق. حاجه ممكن تحصل. فرعون لما قال لهامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. كان في توقع ان يبقى في عندنا مركب فضاء وطائرات تطلع فوق في السماء واقمار صناعيه تدق الفضاء. تحقق ولا لم يتحقق؟ تحقق. لذلك ايه؟ احنا لما ندعو الله سبحانه وتعالى نستخدم اسلوب الايه؟ الترجي. الترجي اشبه بالدعاء. اشبه بالدعاء. انما التمني يكون في الممكن وغير الممكن، ولكن في غير الممكن اكثر. في غير الممكن ولا ندعو الله بالتمني، ندعو الله بالايه؟ بالتمني. لانه صعب المنال، يحتاج الى عمل والى اجتهاد والى. انما الترجي سهل المنال، ان فعلته ستصل الى ما ترجيته وتوفر من رب العالمين. فبهذا يا شباب نكون انتهينا درس الايه؟ اسلوب الترجي باذن الله في حلقه قادمه. وبركاته.